مع حضرتك وكنا في منتدى شباب العالم. نعم. انا ماشي بالصدفه لقيت حضرتك موجود وقمت انا اللي داخل. نعم. قمت قايل ايه يا جماعه ما تفرطوش في كروش، المفروض ان هو بدا يبني. انا اطمنت من الدوره العربيه ان ما نفتقده هو روح منتخب مصر وبقت موجوده بالشكل ده، لو سمحتوا نحافظ عليه. ورحنا كاس امم افريقيه، يعني انا اسف، احنا رياضه واشقائنا المغرب، بس غلبنا المغرب مش صح. بتعادل ومش نعم. بيناليتيز، وكوت ديفوار الفريق الجامد عملنا بيناليتيز واكسترا تايم، وكاميرون في الكاميرون بيناليتيز واكسترا تايم، والنهائي توفيق او لا توفيق، بس قلنا احنا عندنا شكل وكان منتخب وجهاز فني. صح. وقلنا ونصحنا وشلت ده على عاتق المجلس الحالي، خد قراره وما تفاوضش ومشي كيروش. وبعدين قلنا نصحتهم بايه؟ كيروش ما يمشيش، كيروش انه ما يمشيش. ما انا قلت مع حضرتك في البدايه. صحيح. طيب خلاص، احنا برضو دول المنتخبات حتى لو في اقتصاديات والى اخره، بس ما ينفعش عشان ننافس لازم اجهزه قويه، والحمد لله في جهاز للمنتخب الاولمبي، في جهاز للمنتخب الكبير. نعم. مع ان كان رايي، بس برضو ده جمعيه عموميه واتحاد، قلت لهم يعني في الفتره دي شوقي غريب يكمل، لان انا رحت شفت اداء المنتخب الاولمبي ولما نجح هنا في 2023، نعم، في تصفيه 23 سنه اللي كنا عاملينها 2019. الحقيقه خلاص خدوا قرار بتغيير شوقي غريب، جه جهاز دلوقتي هنا وجهاز هنا، وقلت دول خبراء لتطوير الكره المصريه، واتحاد الكوره مالكش دعوه بالدوري، انت لازم نطور المنتخبات المصريه. وكمان احنا بنعمل مشروع دلوقتي فند مع مؤسسات، يعني في اورا وسي اي بي، مجموعه مؤسسات، نعمل فند مالي لتطوير المنتخبات ما دون المنتخب الاولمبي، فند مالي قد يصل ل 250 مليون، 10 مليون في السنه على يعني عدد من السنوات. فبالتالي احنا لازم الاتحاد ده يعني يطور الدوري. في رابطه محترفين، جمعيه عموميه اختارت مجلس اداره الرابطه، بس احنا ما عندناش احتراف لسه. بص اسمها رابطه محترفين. تمام، اسمه وخلاص. بص يا فندم، الاحتراف بدا قطر 91. معلش انا اسف، انا مع حضرتك. طيب كويس. الاحتراف بدا 91 من فتره الدهشوري حرب. القطر مش محدش هيوقفه، لكن له مكتسبات وسلبيات. المكتسب هو اللاعب، لان حصل اوفر استيميتنج على تثمين ثمن اللاعب، وده اكتر من قدرات الانديه، واصبح هناك انديه عندها يعني عجز براندنج ان هي تبيع حقوقها، وانديه ما عندهاش، فحصل الجاب اللي موجود في النص. خرجت الانديه اللي ليها مؤسسات ماليه، فالانديه الشعبيه بدات هنا تقع لان ما عندهاش البراند اللي تبيع، والانديه الكبيره عندها وبدات تبيع شويه، لكن سعر اللاعب اكتر من مقاومتها. انا بحلل لك كرجل اقتصاد وراجل متخصص في كل يعني. الانديه ولا هي منافسه بس؟ انا بحللك ال 18 على نادي. بعض بنعلي على بعض ال 18 نادي المستفاد من غير ما يستحقوا الارقام دي. طبعا اوفر استيميتنج. يعني ايه اوفر استيميتنج؟ يعني اللاعب بيتم تسعيره اكتر من قيمته الحقيقيه. تمام، ده على حساب النادي. ليه؟ لان حصل التنافس او التنافسيه. دخل في النص كمان احنا بالعكس، احنا بنشجع الانديه الاستثماريه وانديه الهيئات بتقدر تكمل شويه. طب الانديه الشعبيه بنحاول نساند، وده بيبقى حمل على مجلس ادارتها. بس في الحاله ديت زي الاسماعيلي والاتحاد مثلا، الاسماعيلي والاتحاد والمصري وهكذا يعني. نعم. الترسانه يعني، طب ما احنا كان عندنا زمان الترام تاريخ يعني. الترام كان وراه مؤسسه، وكان ايامها هيئه النقل كان الترام فعنده فلوس. نعم. تمام. الترسانه كانت مؤسسه، وكان في السكه الحديد كمان، السكه الحديد. السكه الحديد فريق كامل بيرجع دلوقتي. نعم. عشان بقى عنده شركات ولا. فبالتالي احنا بنحاول نعمل المعادله دي، بس في الاخر سكه الاحتراف المفروض يمشي على الاحتراف زي ما حضرتك بتقول. 18 نادي، قلنا التجربة، واجتمعت مع الرابطة واجتمعت مع مجلس إدارة اتحاد الكورة، في احترام يا رابطة اشتغلي شغلك، في جمعية عمومية 18 نادي بس هي جمعيتك العمومية، حطي قوانينك وأسسك واعمل ثواب واعمل عقاب ودير الملف ده. هما بيشتركوا في حاجتين، لجنة التحكيم موجودة في اتحاد الكورة وده سياق عام في كل الدول، ولجنة الانضباط ولجنة التظلمات. لكن آليات استخدامهم لل 18 نادي من خلال مجلس إدارة اتحاد الكورة لازم ده يتحاكم ما بينهم ومن بعض. انا عايز ايه، وقعدت معاهم اكتر من مره، لكن مش هدير حد يعني، ده مش مسؤوليه الوزير. انا بعمل حاجه برو اكتيفيتي اللي هي استباق المشكله قبل ما تحصل، عشان لما تحصل مشكله بيفضلوا يفضلوا في الاخر فين الوزير؟ سيادة الوزير، ما هو عشان حضرتك مسؤول طبعا. انا بنقل ما يدور في الشارع. ممتاز، ده انا مبسوط جدا. هاي ما انا عايز ده، انه بعض الحكام يتم اختيارهم لبعض الماتشات، بعض الحكام. انا مالي؟ ما انا عارف، ما